لا يزال التوتر يسيطر على المشهد في مدينة طرابلس شمالي البلاد ذات مقتل متظاهر بنيران قوات الأمن بعد تجدد الحراك المطالب بالإصلاح. فقد اندلعت احتجاجات عنيفة في مدينة طرابلس مع إضرام النار في مزيد من البنوك بعد ليلة من الشغب أججها الإحباط من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. وعاد اللبنانيون إلى الشوارع مجددا غير آبهين بإجراءات منع التجوال التي فرضها فيروس كورونا المستجد مع بلوغ الأزمة الاقتصادية في البلاد طريقا مسدودا ومعاناة المواطنين من موجة غلاء غير مسبوقة. نحن راح نضل على الارض لنشيلهم لنعمل انتخابات نيابيه مبكره لنعمل استقلاليه قضاء لننفذ كل مطالبنا. هي ابسط قصص عم نطلبها، ما عم نطلب المستحيل. بدنا على قليل نعيش بكرامه، بدنا استقلاليه بحياتنا. الناس جاعت والناس عم تحكي وجع، وللاسف اللي صار انه الدوله والسلطه بدها تقمع الناس، ما بدهم يسمعوا للناس. طرابلس بالذات مستهدفة، أي ضرب رصاص بيطلع طرابلس إرهابية، ما حدا بده يسمع أهل طرابلس، ما حدا بده يسمع وجعهم. في غضب كبير من الناس نظرا للوضع الاقتصادي اللي عم تمر فيه، نظرا لارتفاع الجنون للدولار، القدرة الشرائية لدى اللبنانيين صارت معدومة إلى حد كبير. بالتأكيد واصلين على محل أسوأ بكتير، لأنه الحل هو بالسياسة. إذا ما حلت بالسياسة وما في أفق بالسياسة، هذا الوضع سيستمر في التأزم بالتأكيد. خايف بس شو في حل؟ خايف من كورونا وخايف من الجوع وخايف على أهلي وخايف على أصحابي، مش عارف على شو بدي خاف بالأول، مش عم بعرف صراحة. لما بدك تطلب من المواطن يلتزم بالتعبئة العامة، أنت بدك تكون بدورك كمان اليوم. بدك تأمن للمواطن حاجاته الأساسية اللي هي لقمة العيش، إذا ما أمنت له إياها ما رح تشوفه بقى قاعد ملتزم وقاعد ببيته، لأنه الجوع ما بيرحم حدا، لأنه لما بتشوف ابنك عم يبكي من الجوع ما بقى بيعني لك لا كورونا ولا بقى بيعني لك قرار دولة ولا بيعني لك وطن أصلاً من الأساس. بالنهاية العالم ميتة، يعني بموت بالكورونا أشرف لي ما موت من هذا النواب اللي حكمتني أصلاً، اللي هي عم تموتنا على البطيء. من جانبه قال رئيس الحكومة حسان دياب إنه من الطبيعي أن يخرج الناس إلى الشارع، خصوصا بعدما تبين لهم وجود محاولات سياسية لمنع الحكومة من فتح ملفات الفساد. وأضاف دياب في جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم أن حكومته تتفهم ما وصفها بصرخة الناس ضد السياسات التي أوصلت البلد إلى هذا الواقع الاجتماعي والمعيشي والمالي والاقتصادي. وأعلن دياب رفضه العبث بالاستقرار الأمني، مؤكدا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي. وقال دياب إن ما حصل من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واستهداف للجيش اللبناني يؤشر إلى وجود ما سماها نيات خبيثة خلف الكواليس لهز الاستقرار الأمني في لبنان. معنا عبر سكايب من طرابلس الصحفية اللبنانية جنى الدهيبي. أستاذة جنى، يعني إلى أين في رأيك وصلت الأزمة اللبنانية، خاصة مع صرخات الناس بالجوع وارتفاع الأسعار وأيضا ارتفاع سعر الدولار؟ نعم، مساء الخير. بصراحة اليوم الأزمة اللبنانية وصلت إلى أفق مسدود للغاية. ما حدث يوم أمس في طرابلس كان متوقع، وكانت الخشية الكبيرة أن يسقط دم في الأرض، وهذا ما حصل فعلا. يوم أمس حصلت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وبين الجيش اللبناني، وهذا المشهد سبق أن شهدناه أيضا في مختلف المناطق قبل أيام في بيروت وفي صيدا وفي عكار، وطرابلس ليست المرة الأولى التي تشهد هذا النوع من المواجهات. السؤال اليوم، لماذا وصل اللبنانيون إلى هذا الأفق المسدود؟ بات واضحا ارتفاع سعر صرف الدولار تسبب بأزمة معيشية خانقة. اليوم كان الحد الأدنى للأجور للبنانيين هو بحدود 400 دولار أمريكي، بعد حين كان سعر صرف دولار يساوي 1500 ليرة لبنانية. اليوم قيمة الليرة تدهورت لتصل إلى حدود 1000 ليرة لبنانية، وهي عالية للتفاقم بالسوق السوداء.
ما يعني أن الحد الأدنى للأجور للمواطن اللبناني لم يعد يتجاوز 200 دولار، وهذا ناهيك أن آلاف المواطنين اللبنانيين خسروا أشغالهم وهم عاطلين عن العمل بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية. نضيف إلى ذلك المصارف اللبنانية، سلوك المصارف اللبنانية مع المواطنين واحتجازها لودائعهم واقتطاع الودائع الدولارية وإعطائهم إياها بالليرة اللبنانية أو تسببت بتفاقم الأزمة. نعم أرجو أن تبقي معي أستاذة جنى. مشاهدينا، نتابع هذه الصور المباشرة لمسيرة من طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في لبنان. مين مقفله؟ معلش متابعينا الكرام، بس انا عم غير زاوية التصوير لحتى نقدر نصور بطريقة آمنة شوي. مشاهدينا، نتحول إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونستكمل مسائية على التردد الثاني للجزيرة مباشرة. إذن في حالة توتر أعود إلى ضيفتي الأستاذة جنى الدهيبي. أستاذة جنى الدهيبي، يعني رأيت المسيرة في شوارع لبنان، وسؤالي لك حول ما قاله رئيس الوزراء اللبناني تحديدا، حول ما قاله يعني أو أشار إلى ما أسماه بنيات خبيثة خلف الكواليس لهز الاستقرار الأمني في لبنان. هل فعلا من هم في الشارع لديهم نيات أخرى غير أنهم مضارون من الأضرار ارتفاع الأسعار والدولار والأوضاع الاقتصادية؟ للأسف الشديد هذا الكلام دائما ما تعهد السلطة اللبنانية، سواء كانت الحكومة أو أي سلطة في لبنان، إلى ترديده، أي ودائما يقولون هناك طابور خامس، هناك جهات تريد أن تخل بالأمن، بينما الواقع أن إن كان هناك فعلا جهات تريد أن تخل بالأمن فهم ينتمون إلى الطبقة السياسية الذين يحاولون استغلال الحراك الشعبي في كل مرة، وهذا ما حصل أيضا من 17 تشرين إلى اليوم. ما يحصل في الأيام الأخيرة وتحديدا بعد تدهور سعر صرف الدولار هو نتيجة غضب شعبي عارم لا تفسير آخر له. اليوم الناس في لبنان خسرت كل شيء، خسرت مدخراتها في المصارف، خسرت أعمالها، وأيضا قدرتهم الشرائية. اليوم الغلاء الفاحش للأسعار هو ما دفع الناس إلى المصارف. أستاذة جنى الدهيب. نعم الأستاذة جنى الدهيبي الصحفية اللبنانية، أشكرك شكرا جزيلا لك. ينضم إلي عبر سكايب من بيروت لقمان سليم المحلل السياسي اللبناني، أرحب به. سيد لقمان سليم، يعني ما بين صرخة الناس في الشارع وبين تصريحات رئيس الوزراء، كيف ترى مسار الأزمة اللبنانية؟ إلى أين تتجه الأزمة في لبنان؟ نعم، مساء الخير. يعني للجواب عن سؤالك إلى أين تتجه، علينا أن نذكر بعضنا البعض أين بدأت. علينا أن نتذكر أن اللبنانيين خرجوا أول مرة في العام 2015، وأن مطالبهم يوم ذاك لم تختلف في عناوينها الكبرى عن العناوين التي خرجوا تحتها في 17 تشرين 2019. لربما ساءت الأوضاع أكثر، ولا بد من هذا التذكير لكي نقول بأن ما يجري اليوم في الشارع يجب ألا يغيب عنا حقيقة، وهي أن نذر
كل هذا الانهيار كانت تتوالى خلال السنوات الماضية. مؤشرات البطالة كانت ترتفع، مؤشرات الفساد كانت ترتفع، الخلاف السياسي حول المسائل الكبرى كان يحتد، وبالتالي على الأرجح لبنان اليوم وصل كما تفضلت ضيفتك إلى حائط مسدود بالكامل، وهذا الحائط المسدود يقودنا إلى سؤال عن الديناميات التي تتحكم اليوم في الشارع سواء في طرابلس أو في الشمال عموما أو في مناطق أخرى من لبنان. نحن اليوم أمام ثلاث ديناميات عمليا متزاحمة. هناك دينامية عفوية هي صوت الناس، هي وجع الناس، هي قلق الناس على مستقبلهم القريب جدا، ولكن في المقابل علينا ألا ننكر وألا نتغافل بأن الطرفين المتنازعين تاريخيا في لبنان يحاولان التزلج على هذه الموجة الشعبية من الاحتجاجات. رئيس الحكومة كما تفضل أستاذ لقمان سليم، عذرا على المقاطعة، نعم عذرا على المقاطعة وأنت معي، نعم نعم وأنت معي في مسيرة كنا أشرنا لها، مسيرة من طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ترونها على شاشة الجزيرة مباشر الآن. يبدو أن هناك أيضا إطلاق قنابل الغاز ضد المتظاهرين في هذه الصورة التي تظهر على شاشة الجزيرة مباشر. سيد لقمان، يعني أعود إليك لتشرح لنا يعني ما الذي يحدث أيضا. يعني كما حاولت أن أقول هناك ثلاث ديناميات تتزاحم: الدينامية العفوية التي يحركها وجع الناس وقلقهم وحاجتهم وفاقتهم، وهناك من يحاول التزلج على هذه الموجة من الاحتجاجات، هناك الحكومة التي تقول بأن هذه الاحتجاجات يتم تحريكها لئلا تذهب بعيداً في ملفات الفساد وغيره، وهناك الحرس القديم الممثل يعني آل الحريري وسيد جنبلاط ونبيه بري، الذين يقال أيضا بأن من مصلحتهم عمليا أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى حركات عنفية، فينتشغل الحكومة بهذا الموضوع. ولكن بيت القصيد يبقى أن الحكومة اللبنانية اليوم، حتى هذه الحكومة التي جاء بها حزب الله، ليست متفقة فيما بينها على السياسة الواجب انتهاجها. فجميعنا يعرف بأنه لم يبقى أمام لبنان إلا أن يطلب المدد من المجتمع الدولي من خلال صندوق النقد الدولي، وهناك خلاف عميق حول هذا الموضوع، وهناك طرف هو حزب الله ما زال قادرا على أن يفرض أجندته وأن يقول بأن الأوان لم يئن لتقديم ما يلزم من تنازلات للحصول على مساعدات هذا الصندوق، أو بكلام آخر حزب الله يريد أموال الصندوق دون اشتراطاته، وهذا كما نعرف جميعا أمر مستحيل. وبالتالي علينا أن نتوقع المزيد من الأمر نفسه مع مزيد من العنف المجتمعي. فكورونا شكلت ما يشبه الفاصل في مسار تصاعدي كان قد بدأ في 17 تشرين، واليوم ما نشهده هو عمليا استكمال لأمر كان قد بدأ منذ أشهر، وبالتالي علينا ألا ندهش على الإطلاق مما نشاهده ومما قد نشاهده في الأيام المقبلة. السيد لقمان سليم المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من لبنان.